رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الإصحاح الأول. بولس وسلوانس وتيموساوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجاءكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا، عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم أن إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية، لأنهم من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مكدونية وأخائية فقط بل في كل مكان أيضا، قد زاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. رسالة تسالونيكي الأولى والثانية تعتبر من أوائل الرسائل اللي كتبها القديس بولس الرسول، وكتبها لأهل المدينة دهية، وطبعا بيحط لهم كده بعض مبادئ للحياة، وزي ما هو معتاد دايما يمدح أهل المكان اللي هو بعت لهم فيه الرسالة، ويحط لهم ثلاث صفات الحقيقة هو فاكرها عنهم ودايما يذكرها في صلواتهم في عدد ثلاثة، يقول كده: متذكرين بلا انقطاع. إيه بقى ثلاث صفات؟ عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. والحقيقة الثلاثة دول بيمثلوا صورة الإنسان الذي يعيش في مخافة الله. عمل إيمانكم، الإيمان له عمل. تعب محبتكم، المحبة لها تعب. صبر رجاءكم، الرجاء يحتاج إلى الصبر. فبيوجز أو بيحط قدامنا منظومة روحية للإنسان اللي عايز يعيش صح. الإيمان ليس ألفاظ، الإيمان عمل. المحبة ليست ألفاظ، المحبة تعب. الرجاء ليس ألفاظ، الرجاء عايز صبر. ويبدحهم في الصح ده ويركز على ان هم صاروا قدوة، حتى ان طريقتهم واسلوبهم الجميل ده خلى الناس تانية تعرفهم ويقدم لهم كده سر النجاح الروحي، قوة الانجيل وروح الله الذي يعمل فيهم. وبعد ما يأكد على ان الحياة الروحية والايمان الحقيقي يظهر في حياة الانسان، إيمانه يظهر بالأعمال، وإيمانه يظهر بالمحبة، وإيمانه يظهر بالرجاء والصبر. دي مقدمة للرسالة في الإصحاح الأول، وزي ما قلت لكم دي من أوائل الرسائل اللي كتبها القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. تسالونيكي زي ما احنا عارفين هي مدينة، وكانت مدينة مشهورة خالص، ومركز، ومركز تجاري يعني، وميناء، والقديس بولس زارها في رحلته الثانية، وكان وياه سلوانس وكان وياه تيموثاوس زي ما بيذكر كده، وقعد فيها فترة يمكن توصل لغاية 6 شهور، واتعرف عليها كويس، وصار هناك علاقة ما بينهم ما بين أهل تسالونيكي وما بين الخادم بتاعهم أو خدامهم بولس وسلوانس وتيموثاوس اللي بيبتدي بيهم الرسالة. ربنا معكم.